لأن الأخبار هي المغير والمتغير، وهي الدليل لكل تحركاتنا. العربية تعطيكم المزيد لتعرفوا تفاصيل ما يحدث أكثر في بلدانكم. أحييكم وإليكم أبرز ما دار خلال اليوم. زميلنا المتواجد هناك شريف فؤاد، صباح الخير شريف، هل عندك تفاصيل؟ تفضل لو سمحت. خدمة جديدة على مدار الساعة. ننتقل بكم مباشرة لمتابعة آخر التطورات على العربية الحدث. العربية الحدث. لو كان لدينا فعلا ثوار حقيقيين بالصورة التي نعرفها لكنت أنا وأنتم وكل الشعب الآن نسير معهم. بعد كل خطاب هناك مجزرة جديدة. المزيد من الأخبار. تفجيرات بغداد تأتي في الوقت الذي ما يزال فيه الترقب سيد الموقف في العراق. المزيد من التغطية. أحبنا بالمبادرة العربية لنعطي فرصة حقيقة للدول العربية التي لا تزال تتردد في دعم ثورة الشعب السوري. وتغطية مباشرة مع كل جديد لحظة حدوثه. المراقبين لم يستطيعوا التمييز بين هؤلاء وأولئك، لذلك تختلط الأمور. العربية الحدث. قرر الرئيس محمد حسني مبارك التخلي عن الرئاسة. أقسم بالله العظيم. هذه التغطية متواصلة من العربية الحدث.